دلوقتي يا كابتن احنا في خلال 8 او 9 مباريات كان في ظلم بين واضح على الاقل في 3 مباريات. كويس، انا كنادي اهلي دلوقتي انا حقي راح، اللي جاي انا كنادي اهلي هعمل ايه؟ اخد حقي ازاي؟ شوف كابتن ايمن، في البدايه طبعا هو انا بتكلم النهارده هذه المباراه هناك خطا واضح جدا جدا، وانا بقول ان هذا الخطا مؤثر. يمكن انا بقول لك هذا الكلام وانا يعني صعبان عليا، لان يعني مش من غير ما اقول ابدا طاقم التحكيم النهارده بالكامل في ركله جزاء واضحه جدا جدا، للاسف الشديد هم حظهم مش كويس اثرت في نتيجه المباراه كابتن ايمن. كويس، يعني انا بتمنى بس كابتن اني ان كان هناك في تقنيه جديده، ان كان هناك في تدريب جديد، ان كان هناك في اليه جديده تدي التحكيم الامكانيه في ان هو يدي القرارات الصحيحه. نتمنى بقى الفتره الجايه ان كان هناك توقف ولا حاجه، لان على حد علمي ان التقنيه اللي موجوده هم طبعا اتحاد الكره الموجود هو مش مقتنع اصلا بيها. هذه التقنيه تنقصها حاجات كتيره جدا جدا. كويس، وبصدد ان هو يتعاقد مع شركه من الشركات الكبيره، واعتقد ان هيبقى في شغل كتير جدا للفار في الفتره اللي جايه كابتن ايمن. كويس، ولكن احنا بنقول للحكام من فضلكم، يعني انا بقول الكلام ده لجميع حكامي اخواتي، يعني ارجو ان قراراتك لا تؤثر في نتيجه المباراه. النهارده انت حظك وحش ان الاهلي اتعادل، لان هناك ركله جزاء لم تحتسب ما فيش فيها هزار، ولكن النهارده ركله الجزاء او النقطه كابتن ايمن تيجي في الاخر ممكن فرقه بتضيع بطوله وفرقه بتصعد. طبعا، فاذا لابد ان احنا نهتم من فضلكم. لجنه الحكام شغاله مع الناس، بتشتغل مع الناس بشكل كويس، بتجيبهم بتحضرهم. طب ايه المطلوب تاني؟ بتجيبك وبتقول لك الاخطاء اهي والتحليل اهو، ومفروض تعمل كذا وتعمل كذا. يعني انا مش هنزل العب في الملعب كحكم كلجنه حكام، ولكن انا دور كبير جدا للحكام يهتموا ويركزوا، وكل واحد يلعب عشان خاطر اولا اسمه في التحكيم.